رح نروح لنحكي عن التنمية المستدامة، وإذا بدنا نروح لتعريفها فهي دعوة عالمية للقضاء على الفقر وصون الأرض وتحسين المعيشة في كل مكان. وقد تبنت كافة الأعضاء في الأمم المتحدة هذه الأهداف السبعة في عام 2015، وتم وصفها بجزء من جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 الذي حدد خطة عمله ب 15 سنة لتحقيق هاي الأهداف. أكيد طبعا مشاهدينا عم نحكي عن مصطلح كتير مهم بنسمع عنه كتير وإله أثر كتير كبير بحياتنا بكتير من القطاعات. اليوم رح نتعرف على أساليب التنمية المستدامة والأهداف، وهل ممكن أنه إحنا نحول التنمية المستدامة لأسلوب حياة ممكن نتعامل فيه. تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنه ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو ريما طليعة، الباحثة بالقضايا الاقتصادية والتنمية المستدامة. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم يا رب بكل خير وبدايه شهر مبارك على الجميع. امين يا رب. يسعد صباحك ست ريما. اهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن مفهوم جدا واسع ومفهوم عالمي، خلينا هيك من خلال دراستك نعرفه كمفهوم. مفهوم التنميه المستدامه هو النسخه المعدله والصحيه والصحيحه من مفهوم التنميه المعروف. طبعا إذا بدنا نعرفه هو الذي يسعى لتأمين، هو مجموعة استثمارات تسعى لتأمين احتياجات الأفراد في المجتمع مع الحفاظ على حقوق الأفراد والأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، وأيضا مع الحفاظ على صحة البيئة والطبيعة. تمام، قبل ما نذكر الأهداف اليوم للتنمية المستدامة خلينا نخبر المشاهدين عن أهم أسس التنمية المستدامة الموجودة اليوم. هلأ إذا بدنا نحكي عن الأسس بالتنمية المستدامة، أنا عندي ثلاث عناصر أساسية. تمام. يلي هي النمو الاقتصادي، تفعيل الدور المجتمعي، وأيضا حماية البيئة. نحن إذا بدنا نميز ما بين التنمية المستدامة والتنمية، القرن السابق كنا كثير نحكي تنمية، كانت تركز جهودها على النمو الاقتصادي لتلبية حاجات المجتمع بغض النظر عن هذا النمو، إذا كان بده يؤدي لأذى بالبيئة بالطبيعة، إذا كان رح يترك مجال يعني موارد للأجيال القادمة أو لا. إجت التنمية المستدامة لتصحح مسار التنمية بحيث انه تاخذ بعين الاعتبار انه النمو الاقتصادي كثير مهم، لكن نحن لازم ناخذ اول شيء تفعيل الدور المجتمعي بهيدا النمو، يعني هو مسؤوليه كل الاطراف الموجوده بالمجتمع. ثاني شيء حمايه البيئه، لانه اليوم نحن لما بدنا نتعامل مع البيئه بالشكل الصحيح اذا نحن رح نحافظ على الموارد اللي بهيدي البيئه بدون هدر للاجيال القادمه، بما يحقق طبعا أهداف التنمية المستدامة. يعني إذا بدنا نعددها نحن لأهداف التنمية المستدامة بشكل سريع، هنا سبعة أهداف، 17 هدف حددتهم الأمم المتحدة يفترض يكونوا محققين بكل العالم بعام 2030، لكن حتى اليوم لم يحققوا بالكامل لظروف عديدة في العالم. رح نعدد نحن بشكل يعني سريع ومختصر أهمهم. الأهداف هنا القضاء على الفقر والجوع، تعليم صحي، حياة صحية، نقل مستدام، مدن مستدامة، تفكير مؤسساتي، تشاركية مجتمعية، تمكين المرأة وريادة الأعمال، الاقتصاد الدائري والاستهلاك الأخلاقي، والعديد العديد من المزايا اللي هي والأهداف اللي هي مسؤولية كل فرد فينا بهذه الحياة. طيب في يعني اليوم نحن بال 2024 هل تم خلينا نقول تحقيق بعض هي الأهداف يعني أو لا لسه ما عزيزتي تحقق من 17 هدف على مستوى العالم 11 هدف. حلو. لكن سؤال، هل سنستطيع نحن إنه نحقق هي 17 هدف لل 2030 من هون ل 2030 بظل تغيرات المناخ، بظل مثلا حروب، بظل انه ما في وعي مجتمعي حقيقه للتنميه المستدامه؟ لهيك انا اكدت لك يعني من شوي انه كل افراد المجتمع هن المعنيين بالتنميه المستدامه. تمام، خلينا نحكي بعد سنوات الحرب اللي مرت علينا اكيد اللي خلفت اثر جدا كبير، اليوم خلينا نحكي عن اهميه التنميه المستدامه بهيدا الوقت وما بعد الحرب، شو اهميتها؟
بتشكرك على هذا السؤال طبعا، لانه كثير كثير مهم. اليوم نحن لما بدنا نحكي عن التنميه المستدامه نفكر بالحروب بالعالم اجمع، وسوريا على وجه الخصوص، ولبنان وفلسطين. خلينا طالما نحن عم نحكي عن الحرب والتنميه المستدامه من منبر هالقناه ومن ارض الجمهوريه العربيه السوريه، خلينا نحكي شوي نحن عن سوريا ما قبل 2011 واليوم. نعم. أنا من وجهة نظري بشوف إنه سوريا كانت ماشية مراحل جدا متقدمة بالتنمية المستدامة، وحققت نقلة نوعية. يعني نحن كنا بلد مكتفي ذاتيا، بلد تعليم مجاني، طبابة بالمشافي الحكومية مجاني، الخبز شبه مجاني. أيضا حققت سوريا نقلة نوعية بالاقتصاد، لا سيما الزراعي، خلينا يعني على وجه الخصوص ما بين عام 2007 و2010 ارتفعت النسبة أكثر من 40% بقطاع الزراعة. ولهذا يعني نقطة خاصة أنه الزراعة هي دور هام جدا بموضوع الأمن الغذائي اللي اليوم كل العالم عم يسعى له. وأهم أهداف التنمية المستدامة هو القضاء على الجوع والفقر وتلبية احتياجات المجتمع من الغذاء. إذا نحن إذا بنحكي كسوريا كانت قاطعة شوط كتير كبير بالتنمية المستدامة، لكن اجت هاي الحرب دمرت ما دمرت من البنى التحتية، أخرت كتير ظروف العالم، انعكس بشكل سلبي على مجال الصحة، على مجال التعليم، على يعني كل مناحي الحياة. يعني صار اليوم المواطن عوض ما انه هو او نسعى ككل باتجاه يعني الرفاهية اللي بتحققها التنمية المستدامة، نحن اليوم صار المواطن بده الحاجات الأساسية، المسكن، المأكل، ويوميا وبشكل يومي هو بده يشتغل لحتى يأمن مدخوله ويأمن حاجاته الأساسية. هذا بالنسبة لنا، وكنا قاطعين شوط بالتنمية المستدامة، ما بالك دول تانية لسه هي ما أنجزت شيء، ولسات الحروب مثلا يعني ما عم بيتم البت فيها أو النظر فيها عالميا بشكل قطعي. يعني اليوم إذا بدنا تنمية مستدامة تتحقق أهدافها بشكل كامل بالعالم أجمع، لابد من إيقاف الحروب، يعني وكتير ضروري هذا الموضوع. حتى بأهدافها بالهدف 11 أكدت على المدن المستدامة وأهمية البنى التحتية، بالهدف 16 أكدت على ضرورة التعايش السلمي في المجتمعات، ويعني وفض نزاعات لما في ذلك من تأثير سلبي على الأفراد وعلى الشعوب مجتمعة، ولا سيما أنها تحتاج لبنائها واستمراريتها إلى مبادرات عديدة. يعني أنا اليوم إذا بدي أحكي شوي شو فيني نفذ أنا تنمية مستدامة بالمجتمع، أنا عندي العديد من المبادرات. عندك مبادرات التحول الرقمي، أين نحن منها؟ عندك مبادرات تمكين المرأة وريادة الأعمال، عندك مبادرات المساواة بين الجنسين، عندك مبادرات لمشاريع استثمارية ذات طابع اجتماعي، عندنا مبادرة كتير هامة اللي هي تفعيل قسم الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية في كافة القطاعات الخاص والحكومية والقطاع الثالث، لا سيما إدارة الموارد البشرية الخضراء. يعني وهي اليوم تتوازى ولا تقل أهمية، وبتمشي بالتوازي مع المفاهيم التنموية المستدامة. يعني كثير نحن عندنا حقيقة مفاهيم، يعني إذا بدنا نحكي عن كل مبادرة بشكل منفرد بدنا كثير من الوقت يعني أكثر. فأنا راح اقتصر بهي رؤوس الأقلام. طيب ستريم، ما ذكرتي نقطة وهي النقطة جدا مهمة، وهي إنه نحن قلتي حضرتك نحن بيلزمنا ثقافة الوعي أكثر لموضوع التنمية، والموضوع نحن كيف قادرين نحوله لسلوك بشري. طب من خلال تجربتك نحن كيف قادرين نحوله لسلوك بشري وكيف؟ مثل ما ذكرت لك، أهم هدف التنمية المستدامة هو تأمين حاجات الغذاء يعني بالدرجة الأولى للمجتمع، ثم القضاء على الفقر والجوع، ثم تأتي المراحل الثانية. إذا أنا طالما عم بحكي عن الغذاء، معناته أنا هلا خليني أحكي يعني نحكي للمشاهدين بالتفصيل الممل كيف نحن كل حدا فينا مسؤول عن التنمية المستدامة. هون النقطة المهمة إنه يكون عادي من عاداتنا اليومية. تماماً. يعني هلا يمكن رح يتفاجئوا المشاهدين إنه التنمية المستدامة مسؤول عنا الطفل الرضيع، يعني بدءا من الطفل الرضيع وصولا لاعلى درجات مسؤوليه. كيف التنميه المستدامه عجله ودوره اقتصاديه متكامله؟ نعم.
ما فينا نفصلها عن بعضها نهائيا، يعني الافراد والاقتصاد والبيئه هن يعني بشكل وكل متكامل. هلا خلينا نرجع، شلون اصغر طفل بالمجتمع مسؤول عن التنميه المستدامه؟ اليوم كثير الامهات تركوا الرضاعه الطبيعيه. اليوم الرضاعه الطبيعيه على الاقل لمده سنه بتساهم ببناء مناعه قويه وسليمه للانسان، والابتعاد شوي عن الحليب الصناعي. تماما. ليش نحن هاي اول خطوه بالتنميه المستدامه؟ وخلينا شوي نحكي بالتفصيل ممل بس لحتى تصير الفكره اوضح بالنسبه للمشاهدين. بس الطفل اخذ الرضاعه الطبيعيه صار عنده مناعه بالمراحل المتقدمه من الحياه، هو راح يبتعد عن الادويه وهي الصناعات، جسمه حيكون اقوى، وبنفس الوقت راح يخف الضغط شوي على قطاع صناعة الأدوية والكيماويات، بنفس الوقت يخف الضغط على صناعة الحليب للسنوات الأولى، وهذا ضروري لاستدامة الصحة واستدامة صناعة الأغذية للأطفال. حننتقل أنا بشكل سريع أستعرض، حننتقل للأسرة والأب والأم، شو دورهم بتفعيل التنمية المستدامة عند الأبناء يعني؟ اليوم كتير ضروري نحن نعود الابناء على الطاقه، يعني الضوء اللي جاي من الطاقه الشمسيه، هذا اللمبه اللي بنحط على المكتب انا يكون عندي اياه يستخدم الطاقه البديله وليس الكهرباء. وفي حال يعني الطفل ما عنده ناس معه بالغرفه، ما في داعي اناره الغرفه كامله، انا بكتفي باضاءه الطاوله. نفس الوقت انا اذا بدي اطلع اشتري مثلا فواكه، خضره، كذا، في عنا اكياس قماشيه بيتم تصنيعها او حتى صارت تباع بالمكتبات. حتى الدراسه لازم تتم على الكمبيوتر وابتعد عن الاستخدامات الورقيه. ايضا انا امشي مثلا على الدراجه الهوائيه بدل ما انا استخدم السياره او المواصلات او العوده للطبيعه يعني. العوده للطبيعه. انا حانتقل هلا عند الموظفين، مثل ما ذكرت لك بشكل مختصر تفعيل قسم اداره الموارد البشريه الخضراء. رح ننتقل شوي للمهندسين والمخططين للمدن. خلينا نحن نبدأ نبني أو نعيد تخطيط المدن على أساس مدن مستدامة ونقل مستدام. يعني عندنا شوارع للمشي، شوارع للدراجات الهوائية، شوارع للسيارات وما إلى ذلك. حتى الإنارات الطرقية تكون عبر الطاقات البديلة اللي تستخدم شمس الهواء المياه. إذا بدنا ننتقل هلأ كمان شوي، أنا عم بطلع درجة درجة، مثلا للتجار والصناعيين شو دورهم بالتنمية المستدامة؟ أهم خطوة ممكن يعملوها اليوم لا سيما بعد سنوات الحرب هي تفعيل الاقتصاد الدائري، واللي اليوم كثير دول متقدمة تعتمد عليه لأنه يمنع الهدر ويخفف شوي من تكاليف الإنتاج والصناعة. يعني باختصار شديد لازم نشتغل كلنا، قطاع حكومي وخاص وقطاع ثالث، يعني قطاع مجتمعي، بدءا من أقل عمر لأكبر عمر، حتى نحن نساهم بمنظومة التنمية المستدامة. أكيد. يعني بالختام فهمنا من حضرتك أن اليوم الكل شريك بتحقيق التنمية المستدامة، طبعا. مؤسسات القطاعات والحكومات. فأكيد نشكرك كثير على كل الموضوع اللي قدمتي لليوم والأفكار. كنتي معنا ريما طليعة، الباحثة في القضايا الاقتصادية والتنمية المستدامة. شكرا لك.